لذلك علماء وحيد أذان حق استقامة مركي كهل ليانا أفرتن آيات هذه سورة الغاشية وقدم بيسا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفرت آيات هذه علماء كليهين وصفات لقدونا يقفك مؤمنك صفات القرآن كان لغو شيئي هذه حيوان لغو شيئي هذه بور لغو شيئي هذه سماء لغو شيئي مقصود سماء ماها مقصود كوحل لجدا أيها البشر بال وليهي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قيل ما في ريانا بإلى هيري وصدانو أبورنا ما إيقانا كعب رقاتانا سفد وقيلوا ليهي وامحي وتواضع بل إسلق قيلوا ما كبر كبر ما لقيل ما المدن بات بيها كيلا لنساء وكل قضية أدوك بيها لأن من نولان كريسي لكن إساقو شن يتبون ما المضوح اللقية بات قيلوا بلا بيئن كل السعداء وكو أضيعوا أولي بأدك ما ركتان أمرك أغنى أوقات أو رمضان بأدر كيسا أيو المير هو قانك يتوق قبطبو فريسين يا وفريسان وكعين يا وكعيا رركو صار يا أوقاض يا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم مركاسا عليسك أيي نيقاد إسابة إلى حين عليسك رها كبرى وسفينة الصحراء عربت دانجيلا واحد بن آدم كأي سميان أردن سنعد إلى هؤلاء من مايان أحنا دونك بن آدم كأي سميان بلا بي مسعون كران بلا بترول مسعون كران مسعون كران بلا سواق مسعون كران لكن أورك أذى قفول يد نوك كحين بابورك أذى قويعن لكن أورك جرك سجع قويعن dabeerka maada uu cilmi isaga weecanay isaga weecanay markaas la caayo leey hor dabeerkan cadoon maayo ka tagi maayo oo ku khidmeenaya wad soo kaxaynaysa asagoo imka dhaankii ka yimid oo laga keenay dixdi oo qarbidadii laga dhaadhiciyay haddana qarbid kale la saaraya waa daalimo oranaya wal khayla wal bigala wal hamira li tarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun ilahi baku sakhri tabaraka wa ta'ala marka lagu leeyahay afala yanduruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ina akta sifat kuga wa ina akta sifada ilaahay ku abuur geela wa maxay in nirigta lagu siideenaya hashi markay gudlato aya nirigta laga qabanaya deena ninka geel jiro qorfkeeba la hoos imanaya ciyaalkiisa bacanaha uga maalaya iyada ilmahaygina halkan uu eegayaa oo lolayaa uu ku soo eegayaa yaa ku saxare marka arati kaliya kasoo hadhi meeside laakin waa tasxiir تسخير إلهي وكو سخري بركة إلهي كو سخري أدقنا هاي النوب بالغ ليها إن آذنوا قالوا مركة تواضع بليا تواضع بالإسلق أدقنا مؤمن وإن هذا تقف هينا أو لينا هين لين قف دبعسا أو جلعسا أو كبر أن لهين وإن هذا أو متواضع أو تواضع بدن وصفات كمركة إلهي قفك مؤمنك أو كجع لعضو حق التواضع على وحال قليه قيلك قد يو وإلى السماء كيف رفعت حق همد سريسنا وإن السماء يكتو سماء أتقضى يتا سماء وحول بهذه اللقوة قلنا ما لقاري كرا لما قاري كرا مؤمنك هم يسوى أنه سريا هذا آخر نقطنا وإن الإلهي جنة الفردوس أدوي ديستا هذا الدوية نقطنا الدوية اللفتقية قعمها الله وصيحه وبن آدم كقعنت وصلك الله ملي وإن الثقي ستاي وإن الحق ستا وإذ همد أدو أي نقطة إن النفت هذا كلي أدو احترين أمد مسلمين تردن بعد قرب إن أدو احترقوا يالتوت وإلى الجبال كيف نصبت بورهنا بورها صدر لك اللغو قتبي أي دبايل بائمان بورت ما نقاقش دوفان بادع بورت ما نقاقش كليل بائمان بورت ما نقاقش أبار بادع بورت وأبور وين الحق استقامة كسجنان إله أمر جيس أتكسجنان يسوع الدين الإسلام كأتكسجنان يسوع وين ديالة الصفة بورت وين ديالة صفات ورقدها هيلن ورقدها صفات جوج وعينك ورقدها هل كات الله ده بيشو حاجة أمرك يكتي ما دنا جدار كاب يكون لك تا حاجة بريك أمرك يكتي ما دنا جدار كلا يكون لك تا ده بيشو إنك قاد قادن إم معها النقطين أبو النبي يقول إم مع
كما رجتنا يدال دتكن أنجو الله سعدا كقف والبيد هذا أنجو مع عجانا هاي هنقولين نبي نبي قل عليه الصلاة والسلام واقه واقع أرنا يدتكو هذا ونكسنا دانا دوا ونكسنا نينا يدتكو هذا حمادنا دتكو ما كم نقولينا هنقولين نبي نبي قل كاس ولكن وطنوا أنفسكم بنبي قولي نفتينا وضد حقا كسر أبو نبي قل يودين تيله قبصدا ودين تيله استقامة كويشة دتكو هذا ونكسنا دانا لو ونكسنا هذا أبو نبي قولي dadku haday xumaadaan xumaanina abu rasuul kuudi Soomaalida tirada damaari dhaan raacday haska raaciid cid walba danka gaalaha noqon kalbadana laga gaadhif sama aragtanay wararka adduunyada iyo wararka siyaasadeed damaarka magaalooyinka dhexdeeda biyaha lagu dhaansado labadaba laga xiraa waxa looga xiraa يا إنه حقا يحقا ديمون لا ولا صلا جحدا محل جحدا هذا الهرت هذا أقوياء ويا هذيل لا ولا لقى دين لها لا ولا نعى لقى حدا هذيل لقى دين لها بابورك حقا كسر صعدو أركلا وكدد لها بني لذلك والله فكره لا ولا ولا جحدا هذا هو نمر كان نقط مر كان نقط دين تاد الإسلام كائنات كسر بناته لا ولا دين عكحدا عذر هدف كده كان إسا إلهي جل وعلا إن هذا رالق ليس إلهي إن هذا دعدين أودي أكتب كتابك إلهي جل وعلا منزلك يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة مركا وإلى الجبال كيف نصبت بور وين النقطة بور حق استقامة وإلى الأرض كيف صدحت صفة دركنا وصفة ديبا ليلو دركو حولي أتكيسي بولي أتكيسي أتكيسو أدبنا بيكون البلغوشن أحرن مايو والله قدي أحرن مايو وسخ ذا الدون كونم بين طول الركل الله قدر لغوشوا أحرن مايو بيت الميت كن دقتين وصحراء هذه كان هذا أيوك قريا أحرن مايو ولي بس فضل الركل أولي هي تحمل كلي ماها وحي سجى صوت لما الركل هو بدلا بلي أفرت هذا في القرآن كإلى همرك كجور رمي سورة الغاشية ماها مسمس موضوع القرآن كوشيء موضوع سهل حمودين صفات ما كوجر ماشة تصالوين بالقولة يا كقاضي حاجة تواضع على جيلك حاجة ضيوع حاجة علو الهمة همة دادوين سر رئيسنا سمد أيقظ سمد اللقاري كريم مايو وأنا دادوين حاجة حاجة سر وين تكون حدناها حاجة سر دولك هكون حدنان وحد دولك كدعاء يا هذا لا دادك دولك جوج أيليه ينكو سامين حاجة سبلا وحلا قوت المام وامحي ورك إلهي عز وجل ورك النبي محمد أيكون شجيع لبلا ورحك سامي يا وحي كلا أدنى يونك سامي خبر كإلهي خبر كنبي وحك سامي يا خبر كلا يونك سامي حاجة استقامة أنا بورت إيوه بورت مرت نقاق ده نقاق نادبنا دبيلا أدنى كدش شيء دكوك سامر يا أبار بايمن هنقاق الدين تلاك سجنو أفوين بإيمانيا هدقاقنا دين تعالى قصة جنو فساد بإيمانيا خاصة الزمن كان ما أنت عن جنو والزمن خطر ويا آلات كان عن قعمها قصة جنو وصيف ذو حذين ويا وصيف لب أفلية حقا هدادو قادتنا ويكوجوني سا حق خير هدادو قادتنا هذا كوجوني فساد أول ما لها لوسا ما يستل تجري إما كم واحد لقى دقة كلي كلي بفول بقى عن تلاص وري. مركوا زمن الفتن والنبي مصوشة يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال عمل كصالح الود دقة وعمل كونك سن ود دقة والنبي يقولي ستكون فتنا كقطع الليل المظلم هبينك ساعد بساعد كذب إذا سد أوسك المقدم بلنتحي أي الزمن بالزمن كأقدم بعينا فتنت أي سيز زيادة دون تبو رسولك يري وحائمًا دون تبو نبيك يري إنه نكو أبريستوس إنه قلب يستسقو إيمان قبا وأقول أبري يستسقو قلوبي ساك واحد كجري أعمال إلهي قد وينيس قلبتين واحد كوار كيسا يستسقو كجري أعمال شد ندى لكو قلوبي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وبيأدوا ويال صباح ذي خير بك شغيني وتكو أركتي قلبت أنا معاصية شرب كنح جرا مساس
صحابه رسول الله رضوان الله عليهم اجمعين وحي ايغي جيرين با ليد قفكو marka oo dhimanay wuxuu ku khaatimaystay ايغي جيرين با ليد ameel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka galinka hore muumin buu aha galinka dambe masruuq gaal u noqonaya galinka dambe khayr galinka hore khayr baad ku aragtay galinka dambana waxaad ku arkaysaa baa laga yaaba acmaashi dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro yabiicu diinahu bicaradan min addunya buu nabigu diintii siidanayd wuxuu dhaafsanayaa dheef yaro adduunyada waxaan xasuustaa beri jamaacan ka dirnay jabuuti khaarijiina oo ilaahay darta u socota waddanka malawi la yidhaha bay ku baxeen markaasaa loo sheegoo lagu yidhi meeshan waxaa waddankan xero qaxooti oo dad soomaaliya ay joogaan ayaa ku taalla jamaacaddii halkii bay ziyaarteen looma ogola meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dejiyey way buuqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacaddii galabtii u yimid oday ordaya markaasuu adeer rayaal inankaygii ayaa gaalnimo qarka u saaray kaalay ila buuqdo oo ku xajiye diinta islaamka inuu iga gaaloobini oo adeer adigu muslim baa tahay soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim oo adigaa dhalay soo mahayn ha hooyadiina muslimad soomaaliyeed ha siduu u gaaloobi toddobaadkan qolooyinka ay hay-addu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magiciisa lagu sheegay inuu ku jiro hay-adduna dadkaa ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaan shuruudda ay ku xidhaysa waxaa ka mid a kitaabka qur-aanka intuu dhulka loo dhigaa la yidhahda ku joogso laa ilaaha ila allah haddaad socotaan cajiib baad arkaysaan markaasay jamaacaddii waxay yidhahdeen annagaa buuqanayne adigu adeer iska fadhi noo tilmaam meesha uu ka degan yahay xerada markaasuu farta ugu fiiqu uri qolkaa buu ku jiraa halkii bay ugu tegeen waa nin dhallinyaraa oo dadkeenna marle markuu jamaacaddii arkay buu ku yaraa iska qoslay wuxuu ihi cidda inii soo dirtaan ogahay buu cidda inaga dambaysa inii soo dirtay baan garanayaa waayo dee uu aabbahay buu yidhi wuxuuna inigu soo yidhi uu gaaloobayaa anuu ma gaaloobaya buu yidhi shardiga laygu xidhay waa ku dhoofayaa laakiin diinta qalbigaa ku haysana qalbiga may ka baxaysaa buu yidhi warkaa ma soconaya yabiicu diinahu bicaradin nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam hada afkiisa kama odhan ilaa wuxuu nebigu sheegay waa la arkaya ogaada waa min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam mucjizaadka ilaahay nebi maxamed uu siiyey baa ka mid ah inuu waxyaabaha iman doona uu ka sii waramo rasuul marka fitan baa socota zaman alfitan baan galnay innagu maanta marka muminku waa inuu eega mar walba waa inuu ku dadaala istiqaama cala diin ku sugno uun diintaada islaamka biyadaad ku dhargi khayr oo dhan diintuu ku jira barwaaqo haddaad doonay diintaada ku sugnow.